لازم تجيبني معاه. انت ماسك البوابة؟ اهو. ما زالت البارومة دي شغالة لغاية دلوقتي، فاحنا واقفين هنا عشان خاطر نقضي على البارومة دي، يا إما هي تقضي علينا فاحنا بإذن الله هنقضي عليها كلنا. عن حقوقنا مش ساكتين، عن حقوقنا مش ساكتين. إيد واحدة، إيد واحدة، إيد واحدة، إيد واحدة. الاعتصام مفتوح لحد ما يتعقد جلسه طارئه لتنفيذ مطالبنا، وهو ده شرطنا الوحيد. ايوه يا عم، امال ايه؟